مساء الخير، مساء الرسائل الحلوة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل. كل سنة وكل اتنين مرتبطين بخير، كل سنة وكل اتنين متجوزين بخير، كل سنة وكل الأصحاب والأهل والقرايب بخير وصحة وسعادة بمناسبة عيد الحب، وكل سنة وكل السناجل ثابتين على موقفهم ومعنسين اللي أنا واحدة منهم كده. وكل سنة وانت طيب يا علي، وكل سنة وانت سنجل. كل سنة وانت يا ضعاء، كل سنة وكل السادة المشاهدين بخير بدون استثناء، سواء مرتبطين او سنجل. وتسمح لي اعلق على موضوع الانوثة وكده، انا سنجل بس باختياري، انا مش سنجل علشان المجتمع فرض عليا ان انا اكون سنجل، لا. فانت كده ربطت من بين ان الشخص سنجل وان هو يبقى كده عانس، فتسمح لي اقول لك انت غلط في النقطة دي، لان الشخص السنجل هو الشخص اللي بيقدر يبقى باختياره. ليه؟ هو مش عايز يرتبط، او حابب يحقق شخصيته في الشغل، حابب يكون مجالات تانية كتير غير الارتباط، فبالتالي هو بيبقى سنجل. يعني الشخص العانس او البنت اللي بنقول عليها عانس في المجتمع هي البنت اللي بتبقى من ساعة ما تتولد لغاية ما تكبر، او لغاية ما تقابل الشخص اللي هو هيشاركها حياتها او كده، بتبقى همها كله ان هي عايزة تبقى تجهز جهازها وتجهز نفسها من ساعة ما تتولد، عشان تنتظر الشخص اللي هو مفروض يرتبط بيها او يتجوزها وكده. وللاسف ولو ما اتجوزتش فدي للاسف بيتقال عليها عانس وكده. لكن ان الشخص يكون سنجل بمزاجه دي حاجه كويسه جدا، انا شايفها مش حاجه عيب جدا، زي ما المجتمع بتاعنا الرجعي شايف ان طالما الشخص سنجل يبقى ده كده يعني زي ما انت لسه قايله عانس وكده. إيه بس انا معاك في الفكره دي على فكره، يعني انا مش ضد الفكره دي، بالعكس ده احنا كبنات بنبقى متاثرين اكتر بفكره ان احنا خايفين من كلمه عانس، وخايفين من رد فعل المجتمع على ان انت بدايه من الاهل، انت كبرتي، انت لازم تتجوزي، انت مستنيه ايه، انت كلام كتير جدا وضغوطات كتير جدا بنتعرض لها احنا كبنات، وده بيأثر علينا نفسيا بشكل كبير جدا. فانا معاك في الفكره دي ومش ضدك خالص يعني. انا حبيت بس اوضح الفرق ما بين الشخص يكون سنجل باختياره وبين ان هو يكون عانس. فخليني بقى نفكر السادة المشاهدين اللي احنا فاتحين المكالمات النهارده، وهنستقبل رسائلكم على صفحه برنامج رسائل. هنقدر نستقبل ان شاء الله مكالمات كتيره جدا النهارده، وهنقرا رسائل كتير جدا جات لينا على برنامج رسائل. هننتظر كل شخص عايز يعبر عن حبه لوالدته، لمراته، لاخواته، لاصحابه، يتصل على ارقامنا اللي ظاهره على الشاشه دلوقتي، ارقام من الاعداد دي نزل ارقامنا. كل الناس بقى اتكلمنا، وعايزين بقى اللي عايز يعترف بحبه لحد، اللي عايز يوصل رساله لحد. ومع ان انا شويه ضد فكره ان عيد الحب او الحب نفسه نربطه بيوم واحد او يوم معين، لان كل حاجة في حياتنا قايمة على الحب، من أول علاقة الأم بأطفالها، العلاقة بين اتنين متجوزين، اتنين صحاب، أي اتنين في الدنيا أو أي حاجة في الدنيا قايمة على الحب. هو اللي بيخلينا نكمل، بيخلينا نستحمل حاجات كتير جدا، مشاكل وضغوطات وأزمات بنمر بيها، وهو اللي بيخلينا فعلا نكمل. فأنا ضد إن الحب يكون ليه يوم معين أو يوم بس، أو حتى إن احنا نعبر عن الحب بشكل مادي. لا عادي، احنا ممكن نعبر عن الحب بشكل معنوي، بالكلمة الكويسة، بالمعاملة الكويسة، مش لازم هدية هي دي اللي هتخلي اللي قدامنا يقول لنا ان هو كده بيحبنا او بيأكد لنا انه بيحبنا في يوم واحد بس. لا، عايزين عيد الحب ده يبقى طول السنة. طيب الاول يعني حب يعني كل واحد بيبقى ليه وجهة نظر مختلفة في فكرة ايه الحب بالنسبة له، او هو عايز اللي قدامه يقدم له ايه في العلاقة اللي هو معاه فيها. ما هو ده لو احنا عارفين يعني حب. طب قول انت وجهة نظرك ايه؟ احنا واخدين ان الحب زي الغرب، احنا للاسف بقينا ناخد كل حاجة من الغرب. بقينا ناخد من الغرب عاداتهم وتقاليدهم الوحشة مش الكويسة. للاسف احنا لو بناخد التقاليد الكويسة منهم هنبقى حنا حاجة تاني يعني، وهنتقدم زي ما هم متقدمين. لكن حتى في الحب احنا واخدين الحاجات اللي مش كويسة منهم. احنا لو عايزين نعرف يعني ايه حب، ممكن في قدوة ممكن ناخدها
لينا ونعرف منها يعني ايه حب، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو رسول الحب ورسول المحبة لكل العالم. ممكن نعرف منه ازاي كان بيحب زوجاته، وازاي كان بيحب بيعاملهم ازاي، وازاي كان بيعامل اصحابه والصحابه يعني واصدقائه، وازاي كان بيعامل اهله رغم المشاكل كتير او رغم الصعوبات اللي قابلها في حياته من اهله. وبعدين مش بس كده، لا ده حتى الطير، حبه للطير او حبه يعني الرسول رسول محبه صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين نتعلم الحب، هنتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. هو فعلا كان ارحم واحسن الخلق من الرحمه والتعامل الطيب اللي كان بيعامل بيه الناس. وبرده فكره ان احنا دلوقتي بنعمل ايه في المجتمع، او بنحب ازاي، او كل واحد بيقدم الحب ازاي. يعني انا بالنسبه لي مثلا شايفه ان علاقه اي اتنين بينهم علاقه حب لازم يكون في بينهم احترام وتقدير واهتمام. لازم التاني يكون عارف هو ازاي يقدم الحاجه اللي قدامه محتاجها منه في صوره كويسه، مش فكره بقى زي ما انا لسه قايله ان انا عشان بقدم لك هديه او بجيب لك حاجه فانت كده خلاص بتحبني. لا، مش حاجه ماديه، يعني تبقى حاجه معنويه اكتر من كونها بصي هو مادية. ان انت تبقي مقدرة الشخص ده سواء او حتى لو بالكلام وجودك معاه، دي حاجه كبيره جدا. ممكن ما تجيبلوش اي هديه ماديه زي ما انت ما قلتي، بس هو الفكره، بس هي نوع من انواع التعبير عن الحب. يعني بالزبط. فكره ان هديه في مناسبات بتكون بتستحق ان احنا، بس احيانا الكلام هدية. احيانا الكلام ما بيكونش معبر عن عن الحب بقدر افعالك هي اللي بتكون معبر عن. يعني ممكن تقول لحد بحبك، او ممكن تقول له كل سنه وانت طيب عيد الحب، بس مش معبرة. يعني في رسائل كتير جدا جات لي بالطريقة دي. خلينا ناخد مكالمات او نستقبل شوية رسائل. اقول لك شوية رسائل جات لي كتير جدا. طيب. يعني معنا اتصال يا علي. طيب معنا طيب. فاطمة. خلينا ناخد اتصال. اهلا بيك يا فاطمة. الحمد لله، حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيك. ايوه هو كده تمام؟ يا فاطمة سامعيني؟ اتفضلي. عايزة تقولي مين، عايزة تقولي لمين توجهي رسالتك اللي انت بتحبيه النهاردة يا فاطمة؟ ماما. قعدت تقول لها ايه طيب؟ ده ماما يتقال لها كلام كتير قوي. ايوه. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. تمام. طب هو كده تمام؟ تمام. اتفضلي. تمام. حابه اقول لها كل سنه وانت طيبه يا ماما، وبحبها جدا. كل سنه وماما طيبه وبخير، وكل الامهات طبعا. وقولي يعني ربنا يخليكي. طب كل سنه وانت طيبه يا فاطمه. مرتبطه يا فاطمه ولا لا؟ نعم مرتبطه ولا لا؟ مخطوبه. طب قال لك مش عايزه تقولي خطيبك طيب. ولا ايه؟ قال لك كل سنه وانت طيبه؟ اكيد طبعا. قال لك جاب لك هديه؟ جاب لك هديه؟ طب كويس كويس تمام، ربنا يخليك. ماشي. طب هنا يا فاطمه بقى. طيب تمام ماشي، شكرا جدا. العفو. سلام. شفت بقى فاطمة عايزة تقول لمامتها الأول كل سنة وانت طيبة. طب خليني أقول لك شوية رسائل كده كتير جدا، رسائل كتير جدا جدا. بس كلها من البنات. يعني في واحدة بتقول أنا متجوزة وجوزي ولا كان بيقول لي كل سنة وانت طيبة في عيد ميلادي ولا في عيد الحب، ولا حتى بعد ما اتجوزنا مش محسسني إني مش مبسوطة. بيعاملني كويس وبيقول لي ان كل ده بدع يعني. فهي مش عارفه تعمل ايه ولا اعمل ايه بجد. يعني هي مختصر هي بتقول لك ان هي متجوزه وجوزها ولا بيقول لها كل سنه وانت طيبه. ولا في عيد ميلادها ولا في عيد الحب ولا في عيد جوازها، بس بيعملها كويس. اسمها ايه؟ اسمها ميرنا عادل. ميرنا هو بخيل، بخيل في مشاعره، وبخيل كمان ان هو في حاجات كتير قوي. يعني الحب والتعبير عن الحب مش بدع. خلينا ناخد ابراهيم من البحيره. اهلا بيك يا ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وحضرتكم طيبين كده. انت طيب يا ابراهيم. عموما بس عايز اوجه رساله، بس كل سنه وحضرتكم طيبين بالنسبه لاول يوم لرجب. يعني اول يوم ايه؟ اول يوم رجب. كل سنه وانت طيب. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير يا رب. اللهم امين يا رب. عايز بس اوصل رساله بس لام العزيزه، بس هي دي اكتر حد اللي ممكن اقول لها كل سنه وهي طيبه. طبعا
ومين ماشي بصراحه ماليش غيرها ودي اللي تستحق كل الحب بصراحه. صح. مرتبط يا ابراهيم؟ لا حضرتك لا مفكرش لسه والله. طب يعني سنجل؟ يعني زي ما بيقول سنجل ولا عانس؟ لا في فرق بين لا طبعا في فرق كتير. لا سنجل. عندك كام سنه؟ انا عندي 25. وما اتجوزتش؟ صغير. مش في البيت مش بيقول لك والدتك وكده بتيجي تقول لك انت؟ والله الموضوع ده حضرتك اتعرض عليا او يعني انا هقول لحضرتك على حاجه. اصل انا بتعرض لنفس اللي انت هتقوله ده. انا عارف انت هتقول ايه بس انا بتعرض لنفس اللي انت بتقوله. والدتي بتكلم اخواتي عشان يعني فاهم بتزقهم عليا ان انا اخطب كده يعني. بس انت سنجل باختيارك مش عانس؟ باختياري طبعا باختياري يعني. ما استمر هو يعني ايه سايبها يعني بظروفها حضرتك فاهمني. طب عايز اقول لك حاجه وكل الشباب وكل البنات ما تخليش المجتمع ياثر فيك كويس. واي حد بيحسسك بالنقص اللي انت لا انت مش زي اصحابك مش زي اخواتك مش متجوز سيبك منه تماما. مش عايز اقول لك اللي هم النقص اللي هم الناقصين لا بس ما تتاثرش بالمجتمع ولا تتاثر بكلام اللي حواليك. طالما ده اختيارك مفيش مشكلة. انت ليك صحابك وليك شغلك وليك حياتك الخاصة فاستمر يا ابراهيم. وكل سنة وكل مامتك وكل سنة وهي طيبة وبخير وربنا يخليها لك يا رب. شكرا. ماشي يا ابراهيم. رسائل كتير جدا وكلمات كتير جدا. هقول لك رسائل تاني خلينا اقلب شوية كده. دي بتقول لك ايه بقى؟ انا مخطوبة وهتجوز بعد شهر. وخطيبي قال لي بس كل سنه وانت طيبه في التليفون يعني. واكيد اتمنى بس هي يعني بتقول لك ان هي هو يكون تتمنى ان هو يكون معاها في يوم زي ده او حتى يجيب لها هديه صغيره يعني صغيره. لكن ما فيش احساس من ناحيه من ناحيه من الناحيه دي. قولي لي اعمل ايه بجد يعني. يعني هي باختصار هي مخطوبه وخطيبها قال لها كل سنه وانت طيبه في التليفون بس ده تاني ده تاني عيد حب يجي وهي عارفه ما يجيبهاش هديه. في ايه يا جماعه؟ ايه الرجاله البخيله دي يا جماعه؟ في ايه مش كده؟ لا بس وبتقعدوا بقى المره اللي فاتت مسكتوا الحلقه وقعدتوا لما اتكلمنا عن الرجاله لا هي إيه مش عايزه هي, هي مش كل الرجاله بس خدي بالك ما هو ما حدش هيبعت لنا هتلاقي ورده حتى يعني مش للدرجه دي. الرجاله هيبعت لنا رسائل فين كل الرسائل بنات احنا يعني. معانا حمدي من هنا. طيب اهلا بيكي حمدي. السلام عليكم. عليكم السلام. اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ سنجل ولا متجوز يا حمد؟ لا مش مرتبط والله. يعني سنجل؟ مش عانس. عايز تقول لي مين بقى كل سنه وهو طيب؟ عايز اقول طبعا لوالدتي ووالدي كل سنه وهم طيبين. كل سنه وهم طيبين. وحابب اقول لكل اصحابي طبعا كل سنه وهم طيبين. كل سنه وانت طيب يا حمد. كل اصحابك بخير طيب. ووالدتك بخير وكل ام مصريه بخير. وكل سنه وانت طيبه يا امي بمناسبه عيد الحب يعني خلينا اقولها لك على الهوا. وكل سنة وانت طيب يا 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 اخويا يا صاحبي يا كل حد بيحب لي الخير حبيبي. ماشي حبيبي. كل سنة وانتم طيبين طبعا. انت طيب. تابعنا طيب. بقى على صفحة البرنامج وتابعنا كل يوم سبت الساعة 10 ونص. اكيد طبعا اكيد طبعا. ماشي يا حمد. اوكي بنشكرك يا حمد. طب ايه رأيك يا علي نتكلم شوية عن اللي حصل لي الحلقة اللي فاتت بما ان بقى الرجاله اللي ما بتجيبش هدايا دي حتى الورده فاي بس انا زعلان منك. زعلان هقول لك الناس عملت الموضوع ترند يعني الفتره الحلقه اللي فاتت استاذه دعاء كانت في رساله جات لها من بنت مكالمه الناس اللي مش فاهمه عشان هم حكموا يعني الناس اللي اخذت الفيديو حكموا على 6 ثواني بس من الفيديو فما كانوش شافوا المكالمه اللي قبلها او يعني ليه انا رديت الرد ده. انا لا اكبر ان انت تشبهي الراجل بالبالونه بس انت شبهتي الراجل اللي معاها اللي اتصرف اذا كنت انت حاضر المكالمه ان هو الراجل قاعد تنفخ فيه تنفخ فيه وبعدين سياق الكلام جه كده. طيب يعني الاعداد محضر وانت رئيسه التحرير ف يلا نشوف الاعداد محضرين يعني لو الحاجه جاهزه الترند اللي اتعمل عليا. توابه اتصال من توابه. ماشي. طيب. من اسوان. اهلا بيك يا توابه. توابه من اسوان. اهلا بيك يا توابه. اهلا بحضراتكم. اولا كل سنه وانتم طيبين في عيد الحب. انت طيبه وانت بخير وبصحه وسلامه. وكل سنه وانتم طيبين في بدايه شهر رجب المبارك. انت طيبه وانت طيبه. ربنا يرزقنا ربنا يرزقنا نفحات وانوار وبركاتها شهر رجب وشهر رمضان ان شاء الله. يا رب. اللهم امين. هو حضرتك اعظم حب في الوجود هو حب الله للعبد. صح. ربنا لو حب العبد يجعل في قلبه نور
يتولى رعايته، يتولى حمايته، يفتح له ابواب الخيرات كلها. الحب رزق، ربنا يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب من يقربنا الى حبه. الله الله، يا ريت تعيد الحب، كل زوج يحب زوجته في الله، وكل زوجة تحب زوجها في الله، ويحبوا أبنائهم في الله، ويتقربوا إلى الله بحبهم لبعضهم. ونعم بالله، ونعم بالله. ويدعو الله أن يجعل معاملتهم ومحبتهم ورعايتهم حبا وقربا إلى الله. ونعم بالله، ونعم بالله. فربنا يرزقنا يا رب وحب الله، وأعطي حب الله، إن حب الله منجي للإنسان من كل ما الخير. الحب شخص يكون السبب في هلاك إنسان لحقد المحبين لهذا الإنسان، لكن حب الله يكون السبب في نجاة الإنسان. ده صحيح. ربنا يا رب اجعلنا ممن يحبهم ويحببنا ممن يقربنا إلى حبه. يا رب بنشكرك جدا، ومبسوطه جدا ان الناس الجميله اللي في اسوان بتتابعنا وبتتفرج علينا دلوقتي. أحلى أسوان، دي حاجة فدي تانية. احلى حاجه يعني. تعالوا نشوف بقى الترند اللي اتعمل عليا ونرجع نعلق عليه. طب يلا بينا. زي ما نفختي فرقعي. الراجل اللي معاكي شبه البالونه دي، زي ما نفختي فرقعي. ايه يا شيخ، ايه يا شيخة، ايه بقى يا شيخة، ربنا يهد المفتري يا شيخ. الراجل اللي معاكي شبه البالونة دي، زي ما نفختي فرقعي فرقعي. بس ثانية، ايه عشف، وده الكرسي اللي مضايق اهو 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 يا عشف، اهو يا عشف. ايه ايه يا احمد، ايه ده بنزين 90؟ ايه ده بتعمل ايه؟ زي ما نفختي فرقعي. ليه؟ ايه المبالغ؟ ليه؟ الراجل اللي معاكي شبه البالونه دي، زي ما نفختي فرقعي. وعامله لي فيها ديكس. الراجل اللي معاكي شبه البالونه دي، زي ما عجبك اللي حصل فيا ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الترند اللي اتعمل ده يعني؟ ايه الشباب وكميه الرجاله اللي بتحفل عليا والحاجات اللي هم عاملينها والكومنت اللي هم عملوها دي؟ عايز اقول لك ان انا شفت كل الفيديوهات دي. كنترول بيقول لي ميتين من الضحك على الكومنت. اكيد طبعا، ما هو انت لما تعملي حاجه وتستفز الرجاله اكيد اي صاحب صفحه او صاحب جروب. وانا دخلت وشفت تعليقات لحقيقي يعني مؤسفه، حتى طريقه المناقشه انت عشان الناس مش فاهمين ايه سبب اللي حصل ده. باختصار بسيط ان انا ما كنتش محضره الفكره او اللي حصل او الحركه دي، لان هي مكالمه جات لنا واحنا زي ما قلت لكم كان عندنا عيد ميلاد قبل الهوا، ففي بالونات وهي البنت عماله تقول انا عماله انفخ فيه واقول له كلام وان هو احسن حاجه وي 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 وي، فمعرفش يعني الفكرة جات لي كده. فقلت لها يعني الراجل اللي معاكي زي البالونة دي، زي ما نفختيه فرقعيه بقى. فبعد التحفيل اللي حصل ده بقى انا جاية لكم النهاردة ومستعدة، يعني انتوا عملتوا كل ده فانا النهاردة بقى جاية مستعدة، وقلت خلاص بقى انا عامل لكم سلسلة الراجل اللي معاكي شبه ايه. فالنهاردة بقى معلش بقى الراجل اللي معاكي شبه القلم الرصاص، بيدخل حياتك طلع مش تمام بأستيكة ومسحيه، واوعي تخليه شبه القلم الجاف يدخل حياتك ويسيب لك علامة. وعايزة ازود حاجة كمان، فكرة بقى ان انت بعد ما هو هيسيبك او العلاقة هتنتهي وتقولي ان انا هتكسر كده، لا مش هتتكسري، عادي جدا تبدأي حياة جديدة بكل بساطة، ابدأي من تاني زي الفل، واعرفي ان هو اللي هيبقى مكسور و يعني فقد الامان والحب وكل حاجه كويسه، وانت ما خسرتيش حاجه لانك انت تستاهلي راجل ما يكسركيش. كل حلقه استنوني مع الراجل اللي معاكي شبه ايه. المفروض انا اسقف كده صح؟ المفروض ان انا اسقف صح؟ بس خدي بالك انت تشبيهاتك يعني قويه شويه، بس الرجاله تستاهل. طب اعمل ايه؟ لا مش كل الرجاله، عشان ما يتريقوش عليك يعني الترند الجاي يكون نفسك. الترند الجاي بقى التريقه، وهنتريق ونرد ونتريق ونرد، اعمل ايه بقى؟ ما هو انت حاولي تشبيهاتك تكون يعني ارق من اقل شويه. طب خلينا ناخد اتصال معانا. اتصال مين؟ عليكم السلام. كابتن طيار محمد عبد القادر.
طيار محمد عبد القادر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك من البحيره. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك وبكل اهل البحيره. اهلا وسهلا بحضرتك. تمام طبعا بيك. كل عام وانتم طيبين. وانت طيب وبخير. عيد حب سعيد عليك وعلى احب عليك. اوجه رسالتي لوالدي ووالدتي وكل عيد حب هم معنا وطبعا اختي. واحب اوجه اقول لخطيبتي كل سنه وهي طيبه تفضل من ورا حياتي دايما. اسمها ايه خطيبتك؟ ايه اسمها ايه؟ ايه كل سنه وهي طيبه. كل سنه وانت طيبه ايه. وكل سنه وانتم مع بعض. وجبت هديه ولا لا؟ لا بصراحه لسه. لسه اوعى اوعى تشيل الهديه ما تجيبش هدايا. في ايه يا جماعه؟ مش كده كابتن طيار معالي الكابتن طيار انت يعني انا قاعد معاه في الاستوديو وكل شويه حد يجي يقول البنات ما جابش هديه. طب ايه بكره تصحح الموقف ده واحلى هديه توصل لها ان شاء الله. طياره تكون موجوده عندها الصبح يا ايه. لو ما جبتيش هديه كلمينا الحلقه الجايه تشتكي ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. وانت طيب. ماشي ميرسي لاتصالك. كل عيد حب وانتم طيبين. يا رب. ماشي اتفضل. باي باي. خليني بقى كل الناس عماله تهني اهلها وكده يعني اقول انا كمان لاهلي يعني كل سنه وانتم طيبين بابا وماما واخواتي ويا رب دايما تكونوا يعني نعمه دايما في حياتي وكل سنه وكل اصحابي طيبين وبخير وما تحرمش منكم ابدا يعني وما عنديش حد تاني اقول له كل سنه وانت طيب لاني سنجل طبعا فبس. طب خلينا نستقبل رسائل تاني عشان رسائل كتير جدا. خلينا اقلب شويه. في واحده بتقول لك يا استاذ دعاء انا متابعك جدا 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 وبحبك من ايام ما كنت بتقدمي في السوشيال ميديا. حقيقي جدا انا معجبه بيكم ومعجبه بشخصيتك واستمري في اللي انت بتقدميه لان كل الرجاله بلاش اللفظ ده بلاش الالفاظ اوكي. كل الرجاله تمام. طب ارد اقول ايه؟ نقول ايه طيب؟ يعني ماشي اوكي. البنات انا راجل وقريت لك الرساله اوكي؟ ما انتوا هتعملوا ايه طيب؟ ما انتوا يعني كسفنا كل ما حد يتكلم ما جابش هديه فايه؟ تمام اوكي. طب خليني اقول لك رسائل تاني. تمام. عايزه برضو لحد ما تجيب الرساله عايزه بقى اقول برضو رساله خاصه النهارده لحد مهم قوي في حياتي مش عايزه انساه. هي يعني مامتي التانية خالتي عايزة اقول لها كل سنة وهي طيبة وكل سنة وهي في حياتي لان هي اكتر حد بجد بيدعمني وبيقف جنبي ووجوده فارق جدا في حياتي فما حبيتش ان انا انساها في يوم زي ده. وكل سنة وانتي طيبة ودايما في حياتي. هو طب نستقبل مكالمات ولا نكمل؟ احنا ما معناش مكالمات. هو للأسف وقت الحلقة خلص بسرعة. الوقت الحلو بيعدي بسرعة يعني. حقيقي انا مبسوط جدا بس اتمنى ان اي حد ينزل تريقة على دعاء يعني استمر انا معاك. ليه؟ لان هي الامثله اللي بتاعتها قويه. الامثله اللي بتاعتها قويه جدا وانا ما اقبلش ان الراجل ولا يكون بالونه ولا يكون قلم قلم رصاص يكون قلم جاف. مبسوط جدا بالحلقه معاك يا دعاء بس مش مبسوط بجزء القلم ولا جزء تكسير القلم. اهم حاجه البنات اللي بتتابعني تبقى مبسوطه. ما اكيد مبسوطين علي. اكيد انتوا اللي مقصرين رقبتنا. وبشكر طيب نعمل ايه؟ وبشكر فريق الاعداد وبشكر المخرج وبشكرك جدا يا دعاء. كل سنه وكل فريق العمل بتاعنا بخير وطيبين والكنترول والناس كلها وبنشكركم جدا. ورب تكون حلقه خفيفه عليكم وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج رسائل مع علي محي الدين ودعاء الخطيب. باي باي.